أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. مثل ما عم بقلك اليوم نهار كان مجنن، لك أنت كان ضروري تغيب. على كل الأحوال مجتمعين الله إحنا والشباب بدنا نروح نلعب بلاي ستيشن، تروح معنا؟ والله فكرة حلوة، البلاي ستيشن كويس ما؟ سكر 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 هلا شوي برجع حاكيك أنا. أمي ممكن أفهم مش عم صير؟ شوفت عينك؟ ايلين يلا على التعزير، يلا روح بسرعة غير لي غدا خلي لابسه هدول وبستخشي بدل قديم وتعب بسرعة مشان تساعدني بالتعزير بدنا نعزل الصالون كلياته. يلا نعم إلا بدك ما تواخذيني أمي، يعني أنا رجال أنا شاب شاب شاب، أنت هون بالبيت في عندك بنت، في عندك بنت لازم تساعدك، وين ليش ما عم تشغليها وتشغليني إلي؟ أختك عم بتنظف غير غرفة، بعدين أنا عفتلك الصالون لك لأنه كبير وبده رجال، وبلا لا عايز زيادة عشان ما أستعمل معك غير أسلوب، وبعدها بسرعة بدي الرجال عندي يلا. ولك أمي والله مالي فاضي مالي فاضي، عندي مشوار بقطع بسنوني بدنا نروح عندنا طلعة عندنا مشوار. ولك ولك أنا أصلا كنت حاسب بهذا الحساب. وين البابوج؟ وين حتة الطعنة؟ وهلا ايش طلع معك؟ انتظريني خمس دقايق بس وبكون خالص، والله عالظالم بس ييه الله عالظالم مو انا بفرجيك تعال هون. لا 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 مارشي مارشي الله اكبر. لا مثل ما عم بقول لك خلص انا اخذت قراري وما عاد اتراجع عنه ابدا، قررت اسافر برا تركيا ما عاد ارجع لعنده الا هون طاوش. روح من شي بجي بحكي معك. الله روح سلام سلام. لحظة أنا هيك خلص أخذت قراري يعني قررت أسافر أبدا؟ طيب وعيلتي؟ لك إذا بيعرفوا أنه أنا رح أسافر ساعة واحدة بس ممكن يزعلوا ويخربوا الدنيا، ما أدرون إذا عرفوا رح أسافر ما عاد أرجع أبدا. عن جد أنا شلون بفكر بالطريقة هاي؟ أنا شلون باخد هيك قرار؟ عن جد أنا إنسان أناني. لا أكيد رح يبكوا كتير. يا الله يا الله. وقفوا وقفوا استنوا لا تخلوا يسافر لعبادة، لا تسافر عبادة كرمال الله لا تسافر. عبادة عبادة لا تسافر اتركنا، لا تكسر قلبنا أكثر ما هو مكسور ابني. لا خلاص أنا أخذت قراري إني راح أسافر وما راح أترجع عن مطاوي. سلام. عن جد أنا إنسان أناني كتير كتير. عبادة عبادة حبيبي. مين؟ مجودة؟ ايش بدك يا روحي؟ ايش بدك يا عمري؟ ما بدي بس منك، بدي متابعينك كمان لانه بيحبوني، بدي لحد هلا اللي عم شوف الفيديو ما حط لايك يحط لايك واشترك بالقناة لانه وصلنا على 400,000، ما بقي عنا غير 100,000 ونوصل لنص مليون، وقطعنا نص المشوار للمليون، لازم الكل يشتركوه. لا خلاص اكيد الكل رح يشترك هلا. اكيد اكيد ولازم نص هذا الفيديو لاحبى عدد من اللايكات. هلا هذا اللي كان بدك اياه مني؟ لا 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 ابدا، انا لسه كان بدي اياك موضوع تاني يا حبيب قلبي يا روحي. يا ربي دخيلك حبيب قلبك وروحك. نعم عن جد هذا اخوي حبيبي، هذا هو الاخ. نعم مجود امور يا روحي. كان بدي منك طلب صغير هيك قده وبعرفك ما رح تخرجني، كان بدي منك شغلة 100 ليرة بس. شو قد 100 ليرة؟ بعدين انت ايش تاخذ من 100 ليرة؟ شو حتسوي فيها؟ لا انا ليش اعطيه 100 ليرة؟ ليش اعطيه هالمبلغ كلياته؟ مجود انا اصلا ما معي هالمبلغ هاد. شو؟ ما معك؟ يا سيدي والله بعرفك كذاب، يخرب بيتك من حالك، على فكرة انت لا لك حبيبي ولا لك بطيخ، تطلع على المدير شوفوا منظره مثل القرد. اخ يا واطي يخرب بيتك. لحظة لا لحظة، اكيد هلا لما يعرف انه انا رح اسافر برا تركيا رح يزعل ورح يبكي كثير وما رح يخليني اسافر، اكيد اكيد رح يزعل. مجودة؟ لحظة بس بدي اقول لك شغلة. نعم ايش بدك مني كمان؟ بالكفي ما اعطيتني مصاري؟ مجودة انا خلاص قررت اسافر برا تركيا وما عاد ارجع لهون طاول. شو؟ معقول بدك تسافر عبادة؟ كنت عارفين رح يزعل يبكي ما رح يستحمل. عبادة عبادة بتعرف اذا بتسافر بتعرف اذا بتسافر شو بصير؟ ترتاح ترتاح وبتريح وبنخلص منك. بالعكس انا بكيف وبنبسط كثير، باخذ غرفتك وباخذ تختك وباخذ طرزينك وحلاوتك كلها وعبادة روح روح ولا عاد ترجع تطاول. اخ يا لحظة لسه في امل لسه في ابوي، اكيد ابوي هلا ما راح يهون عليه طاول راح يعيط كثير وما راح يسمح لي وراح يزعل كثير اكيد. خليني اقوم اشوف ردة فعله بقى. بابا 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 نعم ايش بدك يا حمار؟ حمار؟ لا اكيد هلا هي الحمار رح تصير حبيبي
بس يدري انه انا راح اسافر، اكيد راح يزعل يبكي وراح يتمسك فيني وما راح يخليني اسافر. بابا انا قولك انتو، قلت لك ايش بدك يا حمار. بابا كنت بدي اقول لك انا راح اسافر برا تركيا وما عاد ارجع لهون طاول. نعم، وين بدك تسافر بالله؟ راح اسافر على دبي وما عاد ارجع منوب. على دبي؟ ايه روح روح روح، اول شيء غير لي داخلياتك بعدين تعال احكي معي. قولك ليش انت في بجيبتك 10 ليرات؟ لك في بجيبتك اتيكيت الطياره ولك في زر دبي في معك؟ في معك؟ لك انا اذا ما اعطيتك خرجيتك، اذا ما اعطيتك مصروفك المدرسه بتروح جوعان. روح اول شيء غير لي داخلياتك بعدين تعال بروح احكي معي. روح لعند طرق يخرب بيتك من حالك، قال بده يسافر. قال شكرا كثير شكرا، بكل الاحوال الرساله وصلت. سعيد سعيد كله خاله سعيد، ما خطب خط يخرب بيتك انت وخالك سعيد. ما خلص الامل، لسه في عندي اختي حبيبتي كثير بتحبني، اكيد خدوج لما تدرى اني رح اسافر رح تبكي ورح تنهار اعصابها. اختي خدوج بتحبني انا بعرفه. اخصمك اسيبك لا. يو شبك عبدة؟ بدك ضل واقفة تحكي مع حالك هيك؟ هلا بصراحة أنا كان إذا مصاري ما معي ها؟ شو تحسب حسابك؟ لا لا ما هو شغلة مصاري، طلعي قبل ما أقول لك، أهم شي تمسكي أعصابك وما تبكي. شو؟ رعبتني؟ أنا خلاص؟ خلاص حاج دراما بدون دراما، أنا خد قراري إني أسافر برا تركيا وما عاد أرجع عنكم لهون طاول. شو؟ بدك تسافر برا تركيا؟ يا الله يا ربي. خلاص خلاص خدوجة تبكي تبكي، والله بعرفك حموني، خلاص حرقتيلي قلبي. طلعي اذا بدك تزعلي ما بدك هيك تنزعج خاطرك ولو شوي بسيطة، انا ممكن اتراجع عن قراري او حتى ممكن الغي السفرة كلياتها كرماني. لحظة لحظة، وين تلغي السفرة؟ ما تلغي السفرة، طول بالك سافر انت. انا هلا رايح اعبي لك لست هدايا عشان تبعت ياهم كلهم لهنيك، لانه في عندي رفيقتي اخوها مسافر بالك بالدوحه. يا يوم ايش عم ببعث لك الهديه؟ عم بتذكرنا فيهم. انا رايح اكتب لك ليصه مجرد ما تصير هنيك مباشره بتبعت ياهم. مو بس هيك، انت لا بدك ترجع يعني خيو؟ لا ترجع ما في مشكله، بس بعتي لست هدايا اهم شيء. اخ يا حشره اخ يا حشره، يخرب بيتك وانا فكرتك حنونه، وانا فكرتك قلبك علي. نروح برا نروح لبرا، يخرب بيتك من حالك مأملة جربالي طالع ريحتك لبرا وليك. يوه منعرفك كحتة وإيدك ماسكة ما منك خير طويل. قال بده يسافر، قال العين تطلق بعد هيك. هذا وش هو هدايا؟ قال بدي بعتي هدايا أول. روح هيك يخرب بيتهم، لك طلع ما حدا بحبني طاول، وأنا أفكر لما قالهم بدي أسافر رح يبكوا رح يكسروا الدنيا وما رح يخلوني طاول. لك طلعوا ما سائلين، لك طلعوا بدهم يخلصوا بس. بسيطة بسيطة. يا عيلة حشرات، أنا هذا بابا عندي غير أمي. لا اكيد امي رح تكون رده فعلها مختلفه جدا، يعني انه صدق من قال الام مدرسه اذا عادتها تبتشع بعد. الام حنونه يا اخي، انت ايش لكم قلب الام غير شكل. خلينا نشوف رده فعلها بقى. امي امي امي. نعم ايش بدك يا عمري انت؟ عمري؟ بتصدقي انت لعمري؟ امي كان بدي اياك بموضوع خطير شوي وما له علاقه بالمصاري. ما فيها مصاري؟ ايه اذا هيك معلش، انا المهم عندي مصاري، اذا الموضوع ما كان فيه مصاري ما عندي مشكله. قول امي انا بدي اياك تمسكي اعصابك، تمسكي حالك، تمسكي دموعك، تمسكي كل شيء تقدر تسيطر عليه. ما بهون علي اشوفك زعلانه طاول، اوعك تبكي. انا خلصت انه قررت اني اسافر برا تركيا وما عاد ارجع لهون طاول طاول. شو بدك تسافر برا تركيا؟ شلون شلون يعني امي؟ طياره. قولك امي وين بدك تسافر وتروح بحالك؟ وين بدك تشنطت حالك بالغربة؟ لا ابني لا لا تسافر لا لا لا. واخيرا واخيرا طلع حدا سائل علي فعلا. قلب الام قلب الام خايف على ابني، الام حنونة. يا الله لا ابني لا يا عمري لا لا ابدا لا تسافر. هلا روح اطلع قدام باب البيت، بتطلع بالارض بتلاقي في كيسين زبالة معفنين مأملين نحتهم طالع يخرب بيتك من حالك، صار له اسبوعين ما انكبوا. بتروح بتكبه الاول شيء بعدين ارجع لهون. هذاك هو اذا بدك تسافر انضرب على قلبك بجهنم الحمراء ما راح امنعك. شو؟ انضرب على قلبي؟ خلاص على كل الاحوال الرسالة وصلت، انتوا ما عاد تشوفوا شيء بهالبيت طاول. واقف ابدا واقف، استنى استنى استنى. رجعته رجعته، مين رجعته؟ كنت عم تمزحي مو؟ كنت عم تمزحي ما بدك اياني اسافر طاول مسح مو؟ لا لا ما له مزح ما له مزح. اول شيء بتروح تنضرب على قلبك وتكب كيسين زباله بعدين بتيجي هون بتنتحر. ولا اقول لك ليش عم تنتحر وانا موجوده؟ ما حلو بحق اي دم المهرج بدهم يحكوا علي. اوه
ولك المال وحظنا يتعب ولا يشقى. اخ راسي.